المرتبة الثانية من مراتب الدين الإسلامي الإيمان. إسلام كدوسة مرتبة إيمانه. نعم. الإيمان ما هو؟ إيمان كيه؟ هو قول باللسان، كأن تقول مثلا لا إله إلا الله. ये ज़ुबान से इकरार करना है और ये कहें कि لا إله إلا الله. واعتقاد بالقلب، يعني هذا اللي تقول بلسانك لابد أن القلب الباطن يوافق الظاهر، لا تكون كالمنافق نسأل الله عليه وسلم، ظاهر شيء وباطن شيء مخالف. और दिल से उसकी तस्दीक करें यानी कि जो बात आप ज़ुबान से अदा कर रहे हैं वही उसी चीज़ की तस्दीक दिल करें ऐसा ना हो कि ज़ुबान से आप जो कह रहे हैं दिल उसके मुखालिफ हो और जो कि मुनाफिकीन का देदना और उनकी आदत थी وتعمل بهذا بقلبك يعني خوف مثلا محبة نعم تحب الله ولا تحب أحد مع الله تخاف الله ولا تخاف أحد اور یہ چیز زبان و دل اب دونوں سے کریں کہ اللہ سے آپ ڈریں اور اللہ کے علاوہ دوسری جو چیز ہے اس سے آپ نہ ڈریں نعم وعمل الجوارح مثلا تميط الأذى عن الطريق تصوم تتصدق نعم اور اعضاء اور جوارح سے اس کو عمل ملائیں یعنی کہ راستے میں کسی ایسی چیز کو آپ نے پایا جو کہ نقصان دے تو اسے آپ ہٹا دیں یا اپنے ہاتھوں سے صدقہ و خیرات کریں نعم يزيد الإيمان وينقص ایمان زیادہ ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے نعم اذا لابد في الإيمان من قول باللسان لہذا ایمان میں ضروری ہے کہ زبان سے اقرار کریں واعتقاد بالقلب دل سے اس کی تصدیق کریں وعمل القلب اور عمل دل سے اس کو محبت مثلا دل سے اس پہ عمل کریں جیسے کہ محبت ہے و عمل الجوارح مثل الصدقة يا أعضاء والجوارح سوف يعمل كرين جيسي كي صدق وخيرات هين يزيد وينقص زيادة ہوتا ہے اور کم ہوتا ہے أركان الإيمان ستة والله أعلم إيمان كي چھ أركان هين الله رب العالمين بہتر جانتا ہے